بسم الله الرحمن الرحيم. إنه العضو الأكثر أهمية في جسم الإنسان، طالما اعتبره العلماء مجرد مضخة، ولكن أثبت العلم الحديث أنه غير ذلك. دعونا نرى ونتأمل ما كشفه العلماء حديثا. يتحدث العلماء اليوم عن دماغ موجود في القلب يتألف من أكثر من 40,000 خلية عصبية، أي أن ما نسميه العقل موجود في مركز القلب، وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ لأداء مهامه. ولذلك فإن الله تعالى جعل القلب وسيلة نعقل به، قال تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الآية تؤكد أن القلب يفكر ويعقل ويدرك، والعجيب أن بعض العلماء حديثا بدأوا يكتشفون علاقة القلب بالإدراك والتفكير، ولا نملك إلا أن نقول سبحان الله.